حلمت اني دخلت محل وشفت طرحة لونها ذهبي عليها نقش برتقالي، وقلت دي هتيجي يعني ان هي هتليق على طقم لفستاني الذهبي. مع العلم ما عنديش في الواقع فستان ذهبي. وبعدين سألت البايع لو في نقش بني، طلع لي طرحة لونها ذهبي عليها نقش بني، وقلت ايوه دي. وجات واحدة بتمازحني بتقول لي لا انا هاخدها، وبصيت لها بنظرة استهزاء وقالت لي معرفتنيش. قلت لها لا، قالت لي انا علوية، وكأنها في الحلم جارتنا القديمة اسمها شيماء علوي. قمت حضنتها وبوستها وطلعت من المحل مش فاكرة اذا اشتريت الطرحة، وتقولوا شيماء متزوجة. لا، ما هي خلاص كده، هي اصلا بانت المنام. اولا هي في خطاب كتير بيجوا، ظهور علويه ده من الاسماء اللي بركز عليها جدا، ان الانسان مصاب روحانيا، يعني في عطله في امور حياته. علوي، ظهور علوي، ظهور علويه، كل الحاجات دي فيها حاجه، فيها تعطيلات. فلذلك الامور، وبعدين هي حضنتها، يعني الامر صار صعب يعني. فبس عليها التحصين بقى والرقية الشرعية والسبع تمرات على الريق، الحاجات دي كلها بتنهي عندك الحاجات اللي غير محمودة. طيب، بنت أخويا حلمت أن أنا أخدت منها كارتين دعوة فرح كان لونهم بينك وشكلهم حلو قوي. الحلم ده كان في رمضان اللي فات. طيب أبشري، الكروت في المنام معناها أذنات بأمور فيها فرحة. حلو، تمام. لو هي مدعيه يبقى يعني حاجه تخص غيرها، ولكن لو الكارت يخصها هي، مثلا هي جالها كارت بس هي عروسه، هي العروسه، فده اذن بالزواج. لكن ده واضح انها مدعيه، فهتحضر مناسبه حد قريب جدا ليها زواج، لان دول اتنين كمان كارتين ما شاء الله. تمام. حلمت في بورصه عضني في صباعي وجعني جامد وخنقته، وواحد مسك عصيه او عصايا وشاله من على ايدي ووقع على الارض. امراه سيئه شريره قوي، واصابها من سوءها واذاها وكلامها الكتير اللي هو كذب وخدع. العضه، عضه الزواحف دي للاسف الشديد مشاكل كتيره تحصل لها بسبب الست دي، وخصوصا في الكلام الباطل. تمام. اما الراجل اللي شال بالعصا، العصا حق، يعني في حد حيس عنده دلائل ومستندات بتؤكد ان دي تجنت عليها. فابشري والله اعلم. طيب، يسرى بتقول حلمت شعري مقصوص وشكله حلو قوي، وبنت خالي اميره ومرات خالي اسمها عواطف كانوا معجبين بقصه شعر. حلو. بص بقى، قصه الشعر لو كانت عاجبه الراي، رغم ان هو قص يعني في نقصان، الا انه تغيير في الحياه بس بمزاجك. يعني واحده تتجوز واحد مثلا ماليا مش قوي يعني، الا انها سعيده في الحياه معاه، خلاص دي حياتها واختياراتها، فهو تغيير لاحوالك وفي سعاده ليكي. هم كانوا معجبين، لا العكس بقى، هم هيلوموكي على موضوع ارتباطك بالشخص ده. والله اعلم. طيب، حسن بيقول أنا بحلم بالمقابر كتير بشكل يعتبر يوميا، آخرها كنت بحفر في قبر وكان معايا واحد أنا معرفوش وكان في ميت، وأنا بحفر فجأة قام وقال لي كمل 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 لسه الوقت طويل، ورجع ميت من تاني وكملت حفر. بيقول ده حلم منهم، في غيره كتير، مرة بشيل ميت وادفنه، مرة في المقابر وعيط، مرة أشوف فيها حد أعرفه مات، وكتير. طيب، هو ده عليه دين. الدين ده شوية تعبان في رده. الدين ده مش شرط يا جماعة يكون ماليات، ممكن دين لله تعالى. كفارة، ندر. في أيام فطرتها بسبب مرض أو شيء ما قضيتوش، فالجثة دي الأمانة لما توصل لله تعالى معنى كده ان انت اديت الامانه. ان انت بتحفر معنى كده ان انت نويت ان انت ترد الامانه، بس لسه انت افتكرت ان انت كده رديتها، قام الميت قال له لا كمل، لسه كمل. فشوف بقى ايه اللي ناقصك بقى. تمام. طيب، انا دايما بحلم بطفل صغير بيعيط وما بيبطلش عياط غير لما اشيله واكله، انا حلمت نفس الحلم 5 مرات. حلم وحش طبعا، معناه انها تتجاوب مع مشاكلها. في عندها مشكله كبيره جدا، كل ما تتناساها يروح تظهر لها تاني. ممكن يكون على فكره دايما الولد ده بيكون شخص مشاكل، شخص بني ادم هي بتحبه، كل شويه تقول انا هسيبه وابعد عنه مش عارف ايه،
تضطر تاني تقع في مشاكله تاني.